تتوالى ردود الفعل بشكل إيجابي بعد أن قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة العمل الحكومي خلال النصف الأول من الولايات التشريعية 11، والذي استعرض أمام البرلمان المغربي ما تم إنجازه من الالتزامات الحكومية التي كانت قد حددتها الحكومة في برنامجها الحكومي الذي نال ثقة البرلمان. وفي هذا الصدد نستضيف على قناة الدار الأستاذة أحلام قفص، باحثة في مجال الاقتصاد والتدبير في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وكذلك مديرة مركز تطوير المهارات بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. أستاذة أحلام، هل يمكنكم إعطائي تقييمكم لحصيلة حكومة عزيز أخنوش المرحلية خصوصا في المجال الاجتماعي؟ وما هو رأيكم في عمل الحكومة الحالية في مجال التعليم؟ إذا السؤال الأول هو في الحصيلة في المجال الاجتماعي، هو حقيقة كان تنزيل للورش الملكي اللي هو فكرة ديال صاحب الجلالة لاينسرو، سيدنا لاينسرو، ولكن هي الحكومة أول حكومة كان عندها الشجاعة أنها تعمم الدعم الاجتماعي بهذه الصفة ويكون هذه الأرقام الكبيرة. كان المشروع اللي كان قبل منه كان يهم فقط الأرامل، والعدد ديال الأرامل كان ضئيل جدا مقارنة بهذا العدد اللي شهدته اليوم هذه البادرة. خصنا نفكروا بالله، هذه الله الحصيلة ديال نصف الولاية، معناها أن المشروع هو مازال مستمر، وأن الأهداف اللي وصلنا لها في 2000 وإحنا يلا في الأول ديال 2024، هذه الأهداف فقط ما كان متوقع لهذه المدة، وما زال عندنا المشروع بغي يستمر حتى 2025 و2026. والأسر المغربية استفدت، أقل أسرة استفدت ب500 درهم، اللي هي في المجال القروي 500 درهم راه تقريبا الإكيفالون ديال الثلث ديال الدخل ديالهم إن لم يكن أكثر. إذا مجال التعليم، البصمة ديال هذه الحكومات مجال التعليم، كاين التعليم الأولي، وكاين التعليم المجال ديال التعليم حتى لحد البكالوريا، وكاين التعليم العالي. التعليم الأولي هناك تعميم البريسكولير أو ما يسمى بالتعليم الأولي، اللي هو وصل حتى للبوادي والقرى اللي ما عمرها ما كانت كتستفد من هذا النوع ديال التعليم، واللي هو كيوجد نوعية جيدة وقابلية كبيرة للتعلم عند الطفل، وكيعطي حتى الإمكانية أن يكون يطور واحد الكفايات، واحد المهارات اللي كانوا كيفكروا فيها الحكومات الأخرين حتى للتعليم العالي اللي تنسميوهم بالسوفت سكيلز، اليوم راه كيبداو يتعلموهم من بريسكولير. اما بالنسبه للتعليم المدرسه العموميه، فولا عندنا ما نسميه بمدارس الرياده، اللي فقط 3000 مدرسه وهي الان تشتغل، وفي انتظار تعميم هذه البادره على المدرسه العموميه في جميع ربوع المملكه، واللي غادي يكون فيها تاهيل او اعاده تاهيل للقطاع العام في التعليم. بالنسبة للرأي ديالكم في إسقاط ما كان يسمى بنظام التعاقد عند الأساتذة، وهذا إنجاز آخر، هذا إنجاز مرتبط فيه ما الشق الاقتصادي بالاجتماعي بشق التعليم، لأن الأستاذ أولا اللي تحس براسه في وضعية ديال التعاقد، كان ثانيا كيحس براسه في وضعية هشة، وبأن ما كانش الاستمرارية. اليوم تم قطع مع هذا اللي كان مستجد في واحد الوقت، والأستاذ كيعتبر نفسه الآن عنده واحد النظام اللي كيحميه وكيخليه عنده الانتماء لهذه المؤسسة والانتماء للوزارة ديالو، الحاجة اللي غادي تقدر تخليه يعطي أكثر. وهذا الشيء هذا شفناه في الحوار الاجتماعي، لان طب الظلال ديالو على الحوار الاجتماعي وعطى واحد النوع من الثقه ما بين الحكومه وما بين الكور ديال الاساتذه المعنيين بالامر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.